مشاهدينا انضمينا على رنا ابو سلمان تا نشوف شو محضرت لنا. هلا وسهلا فيك يا رنا. كيفك؟ انا منيحه وشايفه في مكونات عندي هون كثير شهيه. شو بدنا نعمل؟ اليوم بدنا نعمل شيء كلنا بنحبه بالاخص الاولاد بحبوه مثل العاده هو الدوناتس. حلو يلي عم تعمليه رنا، انه مش بس الصغار، نحن عم نتهم الصغار فيهم بس نحن بنحبهم اكثر. بالضبط، اي ما هيدا الدافع صراحه ورا كل شيء انا بعمله. بس الدوناتس بالتحديد اليوم مثل العاده حنستعمل فيهم مكونات صحيه ومكونات طبيعيه، يعني خاليه من السكر المكرر والسكر الابيض، وعم نستخدم فيها المكونات اللي فيها شوي من الافاده الغذائيه. ولكن بنفس الوقت اليوم الدونتس ريسيبي، لانه عملنا قبل دونتس سوا، بس اليوم السبيشال فيها هي انه بالتمر والمزهر وبنكهه هيك نوعا ما رمضانيه. هلا بما انه صحيح احنا على الابواب وبدنا افكار جديده يمكن نستخدمها، فكره هيك حبيت انه نطبقها. من انه انا كثير بحب الدونتس وعندي يعني دائما بخترع بالريسيبي. والولاد نحن وياهم بنقول الاولاد نحن وياهم خلينا على الاولاد. بس سؤال، هلا دائما في اضافات مختلفه عن النكهه المعتاده اذا بدي، هون كيف الاولاد بنعودهم؟ نقدر نعودهم يعني نحن بننبسط اوكي، بس الاولاد كيف؟ هلا نحن بنقول تمر لانه هيدا المكون اللي فيها، بس التمر هو عباره عن حلو، هو المحلي الطبيعي الناتشرال سويتنر اللي عم نستخدمه بدل السكر فعليا يعني. فنكهه التمر منا كثير ظاهره، بهالحاله ظاهر اكثر شوي المزهر، فبيعطينا كمان هيك بذكرنا بال يعني معودين على نكهات، ان كان بالرز بحليب بهالقصص بالاكل يعني اللبناني كلها فليفرز معودين عليها، بنقدمها بشكل بحبوه الاولاد، يعني شكل جاتو. هي نفسها كمان بدي اقول هيدي الريسيبي بتنعمل بقوالب الدونات، اذا ما عندنا فينا نعملها بقوالب المافنز او بقوالب الجاتويات الصغيره، نفس الشيء بتزبط بنفس الطريقه، او شيء سوفت وشكله حلو فينا مع فروستنج وبلا فروستنج. حنعمل اليوم كمان جليز فروستنج كراميل معمول من التمر. واو. بس كمان طيبه بلي، سو للولاد الصغار فينا نقدمها مثل ما هي جاتو. رنا، ومثل ما بنعود الاولاد بيتعودوا. اكيد. لكن رح نبلش؟ اكيد. حنبدا اول شيء بالبيس تبعولنا، مثل ما قلنا التمر هو البيس الاساسي حنستخدمه للتحليه، ولكن هو كمان حيعطي رطوبه طراوه للدونتس، لانه الدونتس اكيد حنعملهم بالفرن مش يعني هن وقاسين منقطعهم كيف بنعمل هيدا عليهم. هيدا الديت بيست، هيدا معجون التمر. معجون. ونقيت انا بنقي شوي طري عاده، اذا في عندنا مرات القوالب القاسيه شوي فينا نسخن الحليب، حنضيف له نحن الحليب. فينا نسخن شوي الحليب وننقعهم 5 دقائق قبل ما نطحنهم، وهيدا الشيء بيساعد انه يعني بسهوله اكثر ينطحنوا. وفينا اكيد نستخدم التمر الحب، بنشيل منه البذره كمان بنفس الطريقه، بننقعه 5 دقائق بالحليب السخن وبصير فينا نستخدم نحوله لمعجون تمر او بيست. سو هون عندنا بس التمر والحليب، حنحطهم ب بلندر او مطحنه، نمشي اوكي بهيدا الشكل. سو هيدا البيس تبعنا. كونوا ترايا، هي ليكويد يعني هيدا البيس الليكويد تبعنا، حنضيف عليه بعدين قليله طحين والتوابل تبعه. فحنستخدم طحين القمح الكامل، فينا نستخدم طحين الشوفان اذا بدنا او اي نوع طحين بنفضله مثل العاده، وشوي من القرفه وبيكنج باودر وبيكنج سودا مع بعضهم. مع بعضهم يعني هن نص نص، اكيد عم يمرقوا الكميات والمكونات على الشاشه. رح نخلطهم
وبعد في شيء ما ضفناه عليه بالاخر. دائما ننخل الطحين مثلا ولا مش بالضروره؟ فينا الطحين بس ننخله بيعطينا شوي فلافينس اكثر، فينا. وانا صراحه لقيت انه في كم شغله هيك مختصر بالمطبخ بعملهم كمان كأميات بالاخص او كأهل وقت نكون مستعجلين، يعني الريسيبي بدها تكون سريعه ولكن بنلاقي شورت كاتس او طرق مختصره لحتى نخلص الشغله. لقيت ما كثير 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 بتفرق صراحه، عم نعمل قصص للاولاد بالبيت يعني معلي اذا طلع في شوي هيك لمسه صغيره. كثير بيكي كمان الاولاد اذا كثير عودناهم على الاشياء اللي ممكن اذا ايه يعني هي التراوي والقصص هيك كثير هن دقيقين فيها للاولاد وهن هالقصص يعني تكنيكلي بالنتيجه النهائيه ما كثير كثير بيفرقوا، يعني بدك تتاكد انه ما يطلع هيك نقطه ابيض بنص يعني طحينه مكبشل او شيء. اذا ما عم نعمل يعني كيترينج او لناس يعني غريبين للبيت انا بلاقي انه تكونوا على راحتكم وما تعقدوا حياتكم. صحيح، وحتى مكونات الجاتو انه ببول واحد بلا ما نوسخ اكثر من بول نحط كل شيء سوا كمان ما كثير بهالقد. صح، كمان بنسهل حياتنا نحن ما بنعود نعتل هم. بالضبط، بصير احتمال انه نحضر قصص بالبيت اعلى، وهيدا اهم صراحه من انه ما يطلع في هيك شوي شوائب صغيره بنسميها هوم ميد. صحيح، هيدا التشارم تبع الهوم ميد، لذه انه شيء معمول بالبيت. العجينه بدنا اياها تكون بهالشكل تقريبا. هي مثل عجينه كثير طريه. صحيح. يعني ما حنعجنها بايدنا، حنسكبها. يعني بهالحاله ما بنزيد طحين، هيدي هي العجينه الطبيعيه. صح، وفينا نزيد كميه الحليب شوي لحتى نحصل على اللي بدنا اياها، لانه بدنا اياها طريه ليطلع شكلها نهائي بالقالب اللي حنستخدمه دونات مالس شوي، ليطلع شكلها بشكل دونات. فينا نستخدم هيدا الكيس يلي، او اذا يعني فينا نستخدم اي كيس نايلون نحمله من زاويته ونقصه من الزاوية الصغيرة بشكل عنا بيستري باج أو كيس بيستخدموه عادة للحلويات. هلا انا قاعدة بالاستوديو هونيك ما كنت حاسة بالجوع ولا مستحلية، هون تغيرت كل المعايير. ايه الحواس تغيرت هلا. هلا كمان شمينا انا دائما المزاهر والموارد بس نحطهم بيعطوا صحيح بذكروكي بقصص حاسة بدك تاكلي الديزرت هلا. صحيح. سو فينا كمان نعمل شورت كات مثل ما قلنا، نختصر ونستخدم الملعقة وننظف شوي القالب، أو فينا نستخدم الكيس. ونسيت أنا كنت حأنسى على شوي إنه بدنا ندهن. أكيد هو قوالب السيليكون بيساعدوا إنه ما تلزق، ما بيلزقوا بس احتياط إيه لحتى كمان يطلع شكله حلو. بدنا إنه نستخدم، أنا بستخدم الطحينة دائما لأنه كثير فعالة لتمنع الالتصاق وكمان من الدهون الصحية نعرف شو في بقلبها. هلا فينا نحط مثلا زيت نباتي؟ فينا نستخدم زيت عادة نستخدمه نحن؟ لا ما بتغير الطعم، يعني طبقة صغيرة ما بنستخدم. فينا نحط شوي من الكوكونات اويل او زبدة او زيت زيتون، اي زيت بنستخدمه نحن بطبخنا فينا نستخدمه. اوكي بهالشكل. وهلا بيبقى علينا نعبيهم بالقوالب. بهالشكل. اوكي بدك مساعدة؟ ثانك يو. عادة رنا انت بالمطبخ بتحبي حدا يساعدك ولا بتحسي بتتلبكي بدك هيك انت؟ حسب. حسب شو؟ حسب مين؟ حسب مين؟ مثل انا عفاف لقعدي على جنب. لا بالعكس انت دائما بتساعديني، يعني عندك مبين خبرة، بحسيت بتحبي شوي المطبخ. لا بتحبي من وراكي من وراكي. وكمان يعني انا تعودت صراحه، انا ابني عمره 3 سنين بحب دائما يساعدني، فغيرت المعايير شوي بالنسبه لي على شو. يعني انا صرت كثير منيحه حده. ايه يعني صار هلا عندي شو بيقولوا الاولاد لذة انهم يشتغلوا معنا. إيه؟ ونحن بننبسط فيهم لو شو ما عملوا. وبتبطلي تهتمي بالقصص الصغيره، مثل توقع شوي، توسخ شوي، قصية طلعت منها كثير مرتبه منها اخر الدنيا، لانه الاكسبيرينس اللي عم نعطيهم اياها هي كثير اهم. المادية اللي عم نقدم لهم اياها لاولاد، وبالاخص انه بس تيشاركوا معنا بالمطبخ بصير في احتمال انهم يذوقوا من الشيء اللي عملوه اكثر. سو للاولاد البيكل اللي ما بيحبوا يذوقوا كثير قصص، هي طريقه كثير منيحه انه نشجعهم انه يبلشوا، يصير عندهم علاقه ايجابيه مع الاكل. صحيح، ويتقبلوا انهم يذوقوا. هلا مثلا لما بنعبيهم كلهم، من بعدنا نعبيهم كلهم بنحطهم الفرن قد ايه على اي حراره؟ من 180 درجه 8 دقائق ل 10 دقائق بس، سريعين. وبس بيرجع ويتاب ذم شوي بس لحتى يصير مستوى واحد من تحت، لانه ايه لحتى يطلع شكلهم حلو. من بعد ما هيدا الشيء يصير اوكي بنحصل على هيدا الشكل. صحيح، حيطلعوا بهيدا الشكل. اوكي
هون مثل ما قلنا فينا يكون هيدا الكيك النهائي لنا لانه عن جد طيب وطري مثل ما هو، او فينا انه نحط له الفروستنج اذا عبالنا نعمل جليز يعني دوناتس كامله. والجليز كمان شيء كثير بسيط، حفرجيكم شوي على السريع قبل ما نطلع النتيجه النهائيه. هو كمان تمر بنسميه كراميل التمر، هو معروف بهالطريقه، هو لانه عباره عن تمر كمان تمر بنخففه مع شوي حليب او مي مع رشه ملح صغيره ونقطه من الفانيلا صغيره، وهون بهالحاله كمان عم نزيد له مزهر شوي. حنطحنه بالبلندر شوي بشكل ليكويد اكثر من اللي عملناه، وحيطلع معنا بهيدا الشكل الكريمه. فينا نرخيها قد ما بدنا لنغطي الدونت، او فينا بهيدا الشكل انه ندهن عليها. واللي بده يغطسها يدهنها بالشوكولا كمان في طريقه فينا حسب الجو. على نفس هيدا البيس بنزيد الكاكاو، بصير عندنا فروستنج الشوكولا بلا اي محليات مضافه، يعني بلا اي سكر لانه العسل هو اللي بحلي لنا. وبدنا نرش الفستق. فينا نرش الفستق، فينا نرش شو ما بنحب بهالشكل، فينا نرش مكسرات، اي شيء ثاني بنحبه. مبين كثير طيب، مريحة. يعني الفستق بتكمل شوي هاي النكهات والمكونات كلها طيبة. ميرسي كثير رنا ابو سلمان، نحن بنلتقي الاسبوع اللي جاي بانتظارك. بتحبي التوليب؟ كثير. لكن خلينا انا وياك والمشاهدين نتعرف على هالنوع من الازهار يلي كثير غريب ومتنوع.